السلام عليكم. يلا الاخوه اللي دخل يصلي على النبي، يخلي واحد جام يبارطاجي الفيديو ويدير اشتراك الا ما كانش دير اشتراك، سواء في القناه ولا في الصفحه. جايب لك خبيره زوينه اللي غادي تفرحك ان شاء الله. المهم البحث والاجتهاد، ودائما الاخوان كنحاولوا اننا نتواصلوا حتى مع باترونات ومع سماسره ووسطاء كذلك، اللي كناخذوا من عندهم المعلومه الصحيحه. كيف ما كتشوفوا اشنو واقع في القنصليات، هل اللي ما عندوش اوكي، هل اللي ناقصين اوراق، هل كيقول لي خاصك تبصم، هل كيقول لي 10 ايام، كل واحد شنو كيقولوا. كيقول لك بالله راه الكونترات ما كاينينش، ولا خاصنا الاوكي من عند الباترون، يعني الخلل فين كاين. بغينا نوصلوا الخلل فين كاين، واش في البريفيتورا ولا الباترون ولا عندنا تما في القنصليه. وغادي نشارك معكم الاخوان تاريخ ديال التيراج ديال الباسبور ولا تاشيره ديال العمل لافورو سوبورديناتو ديال ايطاليا، تاريخ تيراج ديال الباسبور الاخوان. وكذلك غادي نشارك معكم واحد الدوريه، واحد سيركولاري ديال طلبات البادانتي، ضروري خاصكم تعرفوا هادشي هذا الاخوان. كذلك غادي نشارك معكم ان شاء الله موديلات اللي واحد الولد كيسول عليهم دخل عندي. هو اي واحد يعني ما شافش شي فيديو ولا شي حاجه كيدخل يسول، واخا كنحطوا معلومات. طيب الحال قلت له غادي نشرح هادشي هذا ان شاء الله في واحد الفيديو، وغادي نشوفوا لان في بزاف ديال الشرح ما يمكنش لي نشرح لك في التعاليق. المهم هاد الموديلات اللي بغى يعرف هاد الولد هذا اشنو كيعني موديل ال اس و ال اس 1 و ال اس 2 و في بي و ابيس والموديل بي، ماشي بي 2020، حنا عارفين 2020 موديل بي 2020، موديل بي. ولما على بركه الله الاخوان مرحبا بكم من جديد. المهم بالنسبه للدوريه ولا تشيركولاري للطلبات ديال الكونترات ديال البادانتي ولا الدوميستيكو ولا اسيستنسا فاميلياري، يعني المساعده العائليه، ضروري الاخوان هاد الدوريه هذه تسعود في شهر 11 ديال 2023، غير تسعود في شهر 11. قال لك ضروري خاص يكون عندك البيك، يعني الناس اللي باغيين يديروا طلبات بوحدهم بلا ما يمشيو شي مكتب ديال الطلبات كاف باتروناتو، ولا يمشيو عند محامي ولا محاسب ولا جمعيه، كاين اللي كيدير الطلب ديالهم طبيعة الحال بوحدو، ولكن ماشي كلشي عندهم لبيك. اي واحد كنشوفو انه عنده الجيميل ديالو، عنده الايميل ديالو، ولكن ما عندوش لبيك. هاد لبيك وهي بوستا الكترونيكا تشيرفيكاتا، يعني فاش كترسل الرساله هذاك لبيك، هذيك البريد الالكتروني المسجل، كترجع لك ولا كتجيك هذيك الساعه ريتشي هوتا والروسي، بان هذيك الاداره ولا هذاك الشخص ولا هذيك الشركه ولا هذاك الديستيناسيوني، هذاك اللي رسلتي ليه لبيك، راه توصل بالرساله ديالك. بحال في المثال شي ريكومانداتا. المهم كتجيك هذيك الساعه ريتشي هوتا والروسي بان حنا راه توصلنا بالرساله ديالك. هذه بيك وهي بوستا الكترونيكا تشيركاتا، ضروري البيك الاخوان فاش كترسل طلب ديال الدوميستيكو ولا البادانشي، مطلوب بزاف، مطلوب ضروري، ولا بنقول لك اجباري كاع البيك ضروري يكون عندك. يعني يندير السو بيك ويندير السو ايميل بجوجهم، لان طالبهم حتى السيستم. الا ما دخلتيش البيك ديالك، دخلتي غير الايميل، السيستم كيقول لك راه عندك شي ايرور تما، عندك شي خطا، وكيصيبوا لك بالحمر. خاصك تدخل ضروري البيك باش يبقاو يتواصلوا معاك فيه من غير الجيميل ديالك. هذه راه دوريه الاخوان، يعني ضروري هاد البوسطه الكترونيكا تشيرجيكاتا، وهاد البيك كنخلصوا عليه في المثال. حتى انا راه عندي البيك ديال المده ديال 5 سنوات تقريبا، كان واحد البروموسيوني، واحد لوفيرتا، خلصت 36 اورو 5 سنين، يعني هذا بالخلاص، ولكن من الاحسن يكون عندك البيك. المهم ضروري البيك في طلبات ديال البادانتي، ضروري. بالنسبه للاخوان، بالنسبه اشنو ال اس و ال اس 1 و ال اس 2 و في بي و ابيس و بي. بالنسبه لل اس و ال اس 1 و ال اس 2، بالنسبه اللي هما الناس اللي كاينين ديجا اجانب في اوروبا وباغيين يدخلوا الطاليان، فهاد الديكريتو فلوسي اللي تفتح محددين ليهم حصص ديال الدخول ديال باش يديروا لا كونفرسيون. كاين اللي اوتونومو اعمال حره، كاين اللي غادي يدير في المثال بادانتي ولا دوميستيكو كولف، هادو على حساب لا كونفرسيون تا هما الاخوان، يعني ديال البيرميسو دي سوجورنو. هو الناس اللي ديجا هنا في ايطاليا، الناس اللي ديجا هنا في اوروبا باغيين يدخلوا لايطاليا، في قانون ديال ديكريتو فلوسي، بلا قانون ديال ديكريتو فلوسي ما يمكنش يديروا لا كونفرسيون والتغيير ديالهم ديال هاد البيرميسو الاوتونومو اعمال حره ولا البادانتي ولا شي قطاع اخر اللي محدد بطبيعه الحال الحكومه في الديكريتو فلوسي. بالنسبه للفي بي هو ديال لا كونفرسيون، الناس اللي جاوا
بعقود عمل موسميه ديال الفلاحه ديال 6 ولا 9 شهور عندهم هذا الموديل في بي، يعني لا كونفرسيوني تغير. بالنسبه للابيس هو اللي كنهضروا عليه دائما الاخوان، ابيس وهو الموديل ديال بادانتي دوميسيكو وخدم المنازل. بالنسبه للبي اللي هو كيتغالط بزاف ديال الناس مع بي 2020، بي بوحدها بالنسبه للبي بوحدها هو تا هو ديال عقود عمل غير موسميه، ولكن لدوله واحده فقط اللي هي فنزويلا، ماشي المغرب، ماشي تونس، ماشي الجزائر، ماشي 35 دوله اللي عندهم بي 2020. بي بوحدها اللي تا هي غادي تكون ولا غادي يكون الدفع ديالها ان شاء الله 4 في الشهر 12، ولكن غير لدوله وحده، عقود عمل غير موسميه ديال فنزويلا. غادي يمشيو بالزربه الاخوان التيراج ولا التاريخ ديال التيراج ديال الباسبور. بالنسبه للتيراج ديال الباسبور الاخوان، عقد عمل ولا تاشيره عمل ايطاليا 6 في شهر 10، وصلوا 6 في شهر 10، وهذا الخبر غير اليوم 13 في شهر 11. الولد ولا السيد ولا الاخ راه تيره غير دابا، ورسل لي الميساج 13 شهر 11 تيره الفيزا ديالو مطبوع من طبيعه الحال 6 في شهر 10، يعني التاريخ ديال التيراج الباسبور الكونترات واصلين الاخوان 6 في شهر 10، والسيد تيره غير اليوم، تيره 13 في شهر 11، عنده عقد عمل اللي هو موسمي. واخا كاتبين لك لافورو سوبورديناتو، هو راه قراها لافورو سوبورديناتو، قال لي اخويا راه عندي عقد عمل اللي هو موسمي، ولكن كتبوا لي لافورو سوبورديناتو واش فيها العام؟ قلت له لا من طبيعه الحال، لانهم كيحكونوا محدي الفوق على اللي من عدد الايام اللي عندك، اما 120 ولا حتى 365 في حاله ما الا كان عندك العام. تهانينا للسيد ومبروك عليه، والعقوبه لكم ان شاء الله كاملين. بالنسبه للمشكل الكبير الاخوان، كيف ما قلت لك بحكم انني واصل مع ناس سماسره وسطاء هاك ورا معلومات، بطبيعه الحال كناخذ معلومات، كنعطي معلومات، وحتى مع باترونات ممكن ان نتواصلوا معهم ونسولهم، ومع محامات ومحاسبين كذلك. بالنسبه للفورجا الاخوان، المشكل الكبير دابا اللي كاين في القنصليه الايطاليه ولا الفي اف اس جلوبال ولا كيقول لك الكونترا ما كايناش في السيستم، خاصنا الاوكي من عند الباترون. الباترونات والمحاسبين ديالهم توجهوا البريفيتورا ديال فورجا، البريفيتورا ديال فورجا قالوا لهم راه حنا جانا واحد وجوج من العمال ديالنا، ولكن الباقي في المثال كاين اللي دافع 10 و 15 واحد، ومن حقه يعني عنده وثائق كدل وكتثبت وكتبين بان هذا السيد راه عنده حق انه يجيب حتى 20 واحد على حساب الشركه اللي عنده والمدخول بطبيعه الحال الدخل والكود ديالو الريديتو وكل شيء. البريفيتورا شنو قالت لهم؟ البريفيتورا قالت للباترونات نتوما ما عندكمش مشكل، وحنا ما عندناش مشكل البريفيتورا، المشكل الوحيد كاين في القنصليه الاخوان. بحال ما انا ما بغيتش نحط لكم الاوديو ديال المحاسب، يعني ما بغيتش، غادي تسمع راكم عارفين الاخوان البارطاج، غادي يوصل حتى لعندو يقول له شوف الاوديو ديالك. المهم جاني اوديو اليوم من عند محاسب مشى شخصيه البريفيتورا ديال فورجا، قالوا لي ما كاينش المشكل، انت كلشي عندك ريغولاري، كلشي قانوني، الدراري ديال فورجا قانونيين وغادي يجيو ان شاء الله، غادي غير يرسلوا للتذكير ولا غير هاد الباك اللي غادي يرسلوا له هاد الميساج ولا هاد الايميل باك غير هكا باش نعطيو الاوكي للقنصليه. ولكن الخلل في القنصليه، يعني ماشي في البريفيتورا ولا الباترون، البريفيتورا قالت هكا نتوما ما عندكمش مشكل. انا كنهضر الاخوان على اللي عندهم كونترا صحاح، على اللي عندهم باترونات دافعين ليهم فعلا وعندهم وثائق، ما كنهضرش على مزور، ما كنهضرش على مزور ولا الكونترا طايحه من السيستم السبب كاين المزور، لا كنهضر على الباترونات اللي هما فعلا دافعين، ما غاديش يحتاجوا الاوكي بطبيعه الحال، ولكن الخلل عندنا كيف ما قالت بريفيتورا ديال فورجا بان المشكل وهو في القنصليه الايطاليه تما عندكم. فيما المشكل؟ واش في الموظف ولا في المسؤول ولا الله واعلم الاخوان، وعلاش هذا الشيء هذا كامل حتى شي واحد ما عرف. المهم بريفيتورا ديال فورجا ترسل اوكي من يعني باترون يتواصل مع البريفيتورا يعطيها الاوكي، غادي دير كومونيكاسيون للقنصليه باش هاد الناس هادو يطبعوا. راه كنت ديجا قلت لكم الخلل راه عندنا تما الاخوان، يعني راه درت واحد الفيديو نهار السبت قلت لكم راه الخلل عندنا في القنصليه، علاش كيديروا في هاد الشيء هذا كامل ما معروفش، وبزاف على الضغط هذا كيف ما قلت لكم الاخوان. المهم اللي عنده كل شيء ريغولاري قانوني، الباترون كيتوفروا في جميع الشروط، عنده وثائق، دير له السكنه،
كل شيء راه غادي يطلع ان شاء الله ويطبعوا ليه الباترون. فقط يتواصل مع البريفيتورا، البريفيتورا تورك على القنصليه تعطيها الاوكي، السيد راه ناضي وكل شيء، وهذاك راه بغى العامل يطلع عنده. الله يسهل عليكم.